ماسك راح يخلي شعرك مثل الدعايات لمعة ونعومة وحريري، وملعقة النسكافيه بتخلي ريحة فروتك خيال. أهلا بنات، ويلا نبدأ بالماسك. أول حاجة معروف بطل الترطيب للشعر المايونيز، راح تضيفين ملعقة كبيرة أو الباكيتات زي ما سويت أنا 4 حبات. طبعا بنات 4 حبات هي تقريبا مقدار ملعقة كبيرة مليانة. المايونيز بنات بهالخلطة هو أقوى مكون لتنعيم الشعر، يقضي على النفشة، الشعر المتطاير راح يخلي شعرك حريري. المكون الثاني يا حلوات راح يكون ملعقة كبيرة زبادي معفن أو منتهي الصلاحية خربان، وهذا هو سر الهنديات للشعر. وبعد كذا بنات راح نحتاج ملعقة صغيرة من النسكافيه اللي هي القهوة الذايبة. إذا تحبين ريحة النسكافيه مرة بارزة وطالعة حطي ملعقة كبيرة. آخر مكون بنات معانا الزيت، أي نوع زيت يناسب شعرك حطيه، مو شرط نفس الزيت اللي أنا حطيته، مثل زيت الخروع، السمسم، زيت جوز الهند. وطبعا بنات بالنسبة للكميات على حسب طول وكثافة شعرك تكثرين الكمية. كل مكونات هالماسك بنات مدروسة وكلها راح تفيد شعرك فايدة عجيبة. المايونيز بنات قلت فوايده بداية الفيديو، أما الزبادي راح يمد شعرك بالكالسيوم وراح يحفز نمو الشعر ويكثف، وراح يقلل بشكل كبير من تساقط الشعر. إضافة إلى أن الزبادي يا بنات يعطي شعرك لمعة قوية، راح تلاحظين شعرك مليان صحة وحيوية وياخذ العقل. تعرفون اللمعة القوية الزبادي بنات يسويها لشعرك، إضافة إلى أن الزبادي يحتوي على الفسفور والبيوتين اللي راح يخلي شعرك يبرق برق ويقوي البصيلات، بصيلات شعرك يقويها. أنا هنا بنات أضفت زيت الذرة، وزيت الذرة فوائده مرة كثير، يحتوي على الأوميجا 3 والأحماض الدهنية اللي راح تغذي شعرك وتكثفه وتطوله، وراح تخلي منظره ياخذ العقل. إضافة يا بنات إلى أن زيت الذرة راح يجدد شعرك، يجدد الشعر التالف، وراح يقضي على جفاف الشعر ويخلي شعرك رطب فيه ترطيب. ماسك بنات 2 في 1 راح يرطب شعرك، يقضي على الجفاف والشعر التالف والتقصف والشعر اللي منتهي تعبان، إضافة إلى أنه راح يكثف شعرك ويحفز نمو الشعر ويمده بالكولاجين. الماسك هذا بنات راح تحطينه مرتين بالأسبوع وتخلينه على شعرك ساعة. طبعا هذا هو القوام المطلوب، راح توزعينه من الجذور حتى الأطراف، وراح تلبسين كيس النايلون وتخلينه زي ما ذكرت ساعة. إذا ما عندك وقت خليه 15 دقيقة يكفي. مع هالماسك بنات انسي شيء اسمه شعر جاف، متطاير، متقصف، تعبان، منظره مرهق، ابدا. هالماسك يا بنات بيحيي شعرك من جديد ويجدده ويخليه زي الدعايات حرفيا. راح تلاحظين لمعه ونعومه وصحه وحيويه، وراح تلاحظين شعرك قطعه واحده. اعتمدي هالماسك اذا شعرك تالف وتعبان ورايح فيها، وادعي لي. البنات اللي يبغون يضيفون نشا ممكن تضيفين النشا، النشا يغلف الشعره ويعطيها نعومه برضه. حطي هالماسك وراح تنصدمين من منظر شعرك نعومته ولمعته وبريقه وجماله.